هي كلها كام يوم وينطلق وتبدأ أو بالفعل بدأت الاستعدادات الخاصة والفعاليات الجديدة للمهرجان الشهير مهرجان الجونة السينمائي. مهرجان الجونة الحقيقة أثبت نفسه خلال سنوات ماضية. مهرجان الجونة قدم الحقيقة عشرات الأفلام خلال السنوات الماضية، دعم صناعة السينما أكتر وأكتر بجانب المهرجانات اللي موجودة، وبالتالي نقدر نقول أنه خلاص هي كلها كام يوم ويعود إلينا مهرجان الجونة مرة تانية. معانا على تليفون سيد انتشال التميمي مدير المهرجان. أهلا 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 وسهلا بك. ويعود المهرجان الجونة مرة أخرى إلى السماوات والسينمات العربية والعالمية، مظبوط كده؟ هذا صحيح. هل هنقدر نقول ما الذي يقدمه الجونة بعد فترة من التوقف؟ في الحقيقة التوقف انطانا فرصة لكي نعرف مقدار الحب والاهتمام اللي يحظى به المهرجان سواء من القادة العرب والجمهور أو من المختصين السينمائيين العرب العالميين. يعني هي الفرصة اللي أكدت أنه هذا المهرجان بتوقفه بهاي السنة كان أنت أفد يعني فراغ كبير، فاستعادته راح تكون بها وجهة كبيرة. إحنا راح نساعدنا على أن نقدم أشياء جديدة، أن نلقى وسائل لكي نوصل أفكارنا وبرامجنا بشكل أوسع وأفضل، وهذا أعتقد راح يكون في دور الحالية، حيث لا أعتقد أنه البرنامج السينمائي وفي أفضل أحواله. إحنا دائما مشهورين بمستوى الأفلام اللي نستحضرها، لكن هذه السنة كانت هي الأفضل لعدة أسباب. أولها أنه يعني عودة المهرجان خلت ثقة كبيرة جدا في المهرجان مستمر. ثانيا أنه هناك هاي السنة إنتاج سينمائي واسع جدا عربي ودولي، فهذا أيضا لائم بعودة الدورة. وهناك أيضا مشاريع ممتازة سينمائية، وتصور أنه هذا كله سيستقبل بشكل جيد جدا. عظيم جدا. طيب سيد انتشال، يعني تم تشكيل بالفعل لجان التحكيم الرئيسية للمهرجان. صحيح صحيح، هذا تم تشكيله من فترة طويلة، لكن استقبل من فترة قصيرة، لذلك أعتقد إحنا غدا أو بعد غد سيصدر بيان صحفي بأسماء لجان التحكيم. لكن إحنا أعلننا بعض الأسماء، أعلننا أولا رئيسة لجان التحكيم الإفلامي وهي الطويلة، وهي من البوسنة ياسمين باريتش، وهي مخرجة عالمية موبوقة سبق أن رشحت الأوسكار وفازت بالدبل الذهبي، وأيضا هي من فاز قبل 3 سنوات بجائزة الأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي، فهذا أيضا يضيف إلى شيء. هناك أيضا الأستاذة لوسي من أمريكا، هي مخرجة سينمائية يعني تراكمت أعمالها منذ أكثر من 20 سنة، إضافة إلى مخرجة سينمائية جديدة، هي فازت قبل 3 سنوات بجائزة بالدور في كان، اختاريناها لكي أن تكون رئيسة لجان التحكيم الإفلامي القصيرة. طبعا 3 لجان التحكيم كلها تدير أعمالها نساء، والمصادفة أيضا لجنة التحكيم الفبريسي اللي هي لجنة التحكيم الرسمية منهم على الهامش، ولجنة التحكيم ديسباك اللي تتعامل بالسينما الآسيوية وهي على الهامش، أيضا اختاروا أفلام رئيسة لجنة التحكيم امرأة. نفس الشيء احنا استعدتنا العام الماضي قبل سنتين استعدتنا مسابقة لأفلام البيئة، واختارنا أيضا لها رئيسة لجنة التحكيم هي كاترين دوسار المنتجة الفرنسية المعروفة. عظيم جدا. هل تم اختيار أو التوافق على اختيار فيلم الافتتاح؟ هذه السنة ما يكون عندنا فيلم الافتتاح احتيادي طويل، وإنما
هناك فيلم قصير يعني يحكون بأول مرة يفتتح مهرجان فيلم قصير، وبالتالي راح يكون يعني في تجربة جديدة نتوقع أن تستقبل بشكل جيد إن شاء الله. أنا بشكرك جدا جدا جدا، أشكرك جدا سيد انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، وكل تمنياتنا لمهرجان الجونة بالتوفيق في دورته الجديدة. زي ما كنا بنقول بعد طول انتظار، كانت فترة توقف نعتبرها جدا استراحة المحاربين لو صح التعبير.